الجزائر. نعم هما اللي مصيدين ياك. اه لا هما اللي غيتصيدوا. يعني انت في النظر ديالك هذا المشكل اللي طاري مع الجزائر يعني واش نقول لك؟ كما كيقولوا حنا خاوه 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 بلا عداوه، ولكن الحكومه ما بين الحكومات ما بيناتهم كتلقى كاين واحد الصراعات ما بيناتهم اللي الشعب كيكون ضحيه ديال هذاك الصراع اللي كاين ما بين الحكومات، يعني كتلقى الشعب هو الضحيه فيهم. المغرب ما غيتضررش نهائيا، اللي متضرر هي الجزائر بحكم كتعرف بان المغرب الموارد اللي عنده والاقتصاد ديالو قوي بواحد الدرجه كبيره على الجزائر. ايوا كنتمنى من الشقيقة الجزائر ترجع شوية خطوة للوراء وتعتذر للمغرب. خوتنا حنا ما عندنا معاهم والو، حنا ما كاينة زعما كاينة حتى شي حاجة. حنا قبيلة زعما جينا في الطاكسي هضرنا مع واحد المصري، ركبت مع واحد المصري وهضرنا على هادشي، قال لك المغرب هو اللي فيه المشكل. قلت له خاي المشكل راه ما كايناش في المغاربة، المشكل راه كاينة حتى في الجزائر. هما هضروا والمغرب بدا كيهضر خلي على الله وصافي. حنا بيدنا، حنا خدنا، حنا مسلمين، ما كايناش شي فرق بين جزائري ولا مصري. المهم حنا مغاربه خوتنا الجزائريين حنا ما عندنا معاهم والو، حنا سياسيين خليهم مع بعضياتهم، هادشي اللي كاينه. حنا مسلمين خصنا نبقاو دائما نحبوا بعضياتنا ونبغيو بعضياتنا، ما نجي يجي واحد يفارقنا على والو. هادشي اللي كاين اخي تبارك الله. ايوا كنتمناو يكون الصلح وتكون زعما شي فرصه ديال الصلح. مية ما تبقاش بين حنا خوت مع بعضياتنا، خصنا نبقاو ديما خوت مع بعضنا. صافي هادشي اللي كاين. كاين ولا ما كاينش؟ الله يحفظك. حيت السياسه تدخل فيها السياسه، حنا ما كنعرفوش السياسه. والشعب الجزائري والمغربي الشعب اخوه، حنا خاوه خاوه. فهمتي الشعب ما كاينش شي فرق ما بين الشعب الجزائري ولا المغربي، بحال بحال حنا خوت. وات الخبر اللي نزل عليا فحال الصاعقه زعما ما كنتش نعرف مره العاد سعد عرفت هادشي زعما ضروري زعما الشعب المغربي وحنا جيران خصنا تكون العلاقه متينه بيناتنا، خصها تكون زعما واحد المهم اخوه وهادشي اللي كاين. حنا كنشوفوا الشعب الجزائري ما كنشوفوهاش كدوله، الا شفناها كدوله راه غادي تكون بيناتنا علاقه ماشي هي هذيك. حنا كنشوفهم كشعب خوتنا وصافي، هادشي اللي كاين. وي لا ما غيضرش، ما يضرش المغرب، ان المغرب عنده سميتو عنده اقتصاد ديالو ما بنيش، ما زعما ما كاينش شي علاقه بينه اقتصاديا مع الجزائر، ما غيضرش صافي هادشي هادشي اللي كاين. وكنسلموا على خوتنا الجزائريين وكنقدموا لهم التحيه. لا ما كاينش المشكل بيناتنا بين الشعوب عادي، بحال دابا قلت لك خاوه خاوه، ما كاينش المشكل بيناتنا خوت. حنا بحال المغاربه ياك عرب، عرب ديالنا واحد، اسلامنا واحد، رسولنا واحد. ايوا دابا اش غنقول لك، حنا ما بين الجزائر ما عندنا حتى شي ما كنستافدوا منهم حتى شي حاجه، ما كيستافدوا منا حتى شي حاجه، خصوصا الشعب مع بعضياتو. راه الشعب الحمد لله الشعب اخوه، ولكن هذا الراي الجديد هذا بعد الحال لحد الساعه انا باقي ما عرفوش شكون هو. بعدا نيس كاع ما كنعرف السميه ديالو، ما نعرفوش حسابنا. الشعب الجزائري الحمد لله اخوه، فهمتيني؟ راه حنا مسلمين امه واحده الحمد لله، فهمتيني؟ ما عندنا مع الشعب مع حتى شي حاجه، ولكن الحكومه ديالهم هذاك راه كيبقى الراي ديالهم. ما عندنا ما نقولوش الجزائريه اللي دائما كتعارض الصلح بين بين المسلم. العلاقه دي ما خصهاش تكون بعدا العلاقه خلاف، ما خصهمش يكون عندهم خلاف بين المسلمين.